نفذ هاكرز مجهولون هجمات واسعة على عدد كبير من المؤسسات والإدارات الرئيسية في مختلف دول العالم، وأكدت وسائل الإعلام أن من بين المؤسسات والهيئات التي تعرضت لهذه الهجمات النظام الصحي الوطني في بريطانيا وشركة اتصالات إسبانية وغيره من المؤسسات اللي هاجمتها الهاكرز. كل هذا راح نتكلم اليوم عن هذا الموضوع والموضوع المهم اللي يقولون حرب عالمية، هذه يعني تعتبر يعني شملت اختراق 99 دولة تقريبا أو أكثر. كل هذا الموضوع راح نتكلم مع الأستاذ محمد دوب خبير أمن المعلومات. صباحك الله بالخير، أو خلينا نقول مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، كيف حالك؟ أول شيء خلينا نتكلم عن الهاكرز، أو خلينا نتعرف عن هذا الموضوع اللي الحين شاغل العالم كله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي صار، أنا أقول هذا الهجمة الإلكترونية حصلت خلال الأيام السابقة، هجمة مفاجئة تم الدخول واختراق العديد من المؤسسات حول العالم، كل مكان تم اختراقهم وتشفير بياناتهم وطلب فدية مقابل فك تشفير البيانات هذه. فالجهات التي أصيبت إن أرادت الحصول على معلوماتها المهمة اللي ما تشتغل من دونها لازم تدفع فدية للهاكرز ويردوا له، ولا يمسحونها مدة 3 أيام كنا هذا. نعم، كان في مدة إذا ما دفعت يتم حذف البيانات، لذلك كان في عامل السرعة عند المؤسسات إنها تسترجع بياناتها. الحين حاليا وصل عدد الأجهزة المخترقة حول العالم فوق 250 ألف جهاز، ومن ضمنهم الكويت. طبعا من ضمنهم الكويت. الجهات المخترقة حول العالم يعني من كل نوع الجهات، فوق 45 مستشفى في بريطانيا وقف عمله بالكامل، المرضى نقل لمستشفيات أخرى، يعني كل مريض قدام الطبيب ما يعرف عنه ولا معلومة، الملف بالكامل مشفر. شركات اتصالات مثل تليفونيكا في أوروبا، عندنا شركة اتصالات كبيرة في السعودية تم اختراق آلاف الأجهزة عندهم، عندنا وزارة الداخلية الروسية عطلت آلاف الأجهزة عندها. الحين أمريكا عندك الحين في آسيا بدأ ينتقل في آسيا. كل هذا حصل، وأنا أقول على الرغم يعني من سوء ما حصل إلا أنه هو قدر مستحق، هذه نتيجة حتمية لكل التخاذل اللي كان موجود حول اتخاذ إجراءات أمن المعلومات، حول الاهتمام في عالم الفضاء الإلكتروني كجهة مهمة، وخلنا نقول الباب الخامس للحرب الإلكترونية. صح، بعد البر والجو والبحر والفضاء والفضاء الإلكتروني سايبر سبيس. هذا هو التقييم الرسمي عند وزارة الدفاع الأمريكية على سبيل المثال، وعلى أساس يتم التعامل مع الهجمات اللي على نطاق واسع كأنها هجم على الدولة نفسها. لذلك أنت تتكلم عن جهات عطلت بالكامل مثل وزارة الصحة البريطانية الـ NHS، هذه هجمة مباشرة على كيان الدولة مثل بريطانيا، صح ولا لا؟ لأن 45 مستشفى من أكبر مستشفياتهم تعطل بالكامل. نفس الشيء عند وزارة الداخلية الروسية مثلا، نفس الشيء عند شركات الاتصالات. هذه يسمونها الدول الكبيرة، خلنا نعتبرها يعني بريطانيا أمريكا روسيا، ما عندها جيش يهاجم هذا اللي قاعد يعني خلنا نقول يخترقه. شوف، كل المؤسسات هذه تعاني من نفس اللي احنا نعاني منه، من إهمال في موضوع أمن المعلومات واعتبار تكلفة زائدة ليس لها كثير أهمية، وتركيزهم فقط على عملهم الرئيسي دون اهتمام بالطبيعة أو الأجهزة أو الشبكات أو الأنظمة اللي هي أصلاً قائم عليها عملهم. لذلك الموضوع نفسه عندنا مثل ما عند بريطانيا، هم الحين أصبحوا على مصيبة لا يستطيعون التعامل معها نتيجة إهمال في موضوع أمن المعلومات وفي موضوع البنية التحتية الإلكترونية عندهم. بس راح نكمل الحديث معاك في هذا الموضوع، بس عندنا نمر البعيوي من مجلس الأمة هو متواجد هناك. مساك الله بالخير يا نمر. نرد على موضوعنا وعن المجهولين الهاكرز، خلينا نتكلم عن الفدية واللي طلبوا الفدية، يعني هو مبلغ بسيط، ما أدري ممكن توضح لي، كان 500 دولار أو 600 دولار كنا طالبين فدية. طيب، الموضوع أفضل نشرحه من أوله. اللي صار، وكالة الأمن القومي الأمريكية الـ NSA اللي هي مثل جهاز استخباراتي الأمريكي المعني في العمل خارج أمريكا، هذا الجهاز يطور ويشتري مجموعة من الثغرات، أو نقدر نسميها الأسلحة الإلكترونية، بمعنى ثغرات الدخل على أي جهاز في الإنترنت عند أي مؤسسة، وتقوم به
وكالة الأمن القومي الأمريكية للدخول على المؤسسات وجمع البيانات وعمل القيام بعملها التجسسي المعروف. قاموا الروس واخترقوا الـ NSA وحصلوا على الأسلحة هذه الإلكترونية الثغرات وانشروها بالإنترنت، فأصبح الجميع بالإنترنت عند الثغرات هذه يستطيع استخدامها كما لو كان هو وكالة الأمن القومي الأمريكية. فاللي صار هذا قبل تقريبا أكثر من شهر، مايكروسوفت قامت بعمل تحديث لبعض الثغرات هذه، وأنا تكلمت معاكم هنا قبل فترة قبل شهر تقريبا وقلنا يا جماعة صار في اختراق لمؤسسات كويتية وفي تحديثات مهمة من مايكروسوفت لازم تقومون فيها، ولكن يبدو أن الجماعة يعني ما أخذوا الموضوع على شكل جدي. فالحين شو اللي صار؟ قامت عصابة وأخذت الثغرة أو السلاح الإلكتروني هذا اللي طوروه الأمريكان وسربوه الروس وحطوه مع فيروس فدية. شنو يعني فيروس فدية؟ يعني يخترق الجهاز، يشفر بيانات، إذا تبي بياناتك المهمة اللي أنت ما تقدر تشتغل إلا فيها تدفع لنا فلوس نرد لك إياها. فطلبوا على الجهاز الواحد ما يقارب 100 دينار. الحين حول العالم مجموع الإصابات 250 ألف جهاز والحسبة عندك. والحسبة طبعا والعدد قام يتزايد بشكل كبير اللي هو عدد الإصابات. في أحد دفع؟ في نعم، في ناس دفعت مضطرة طبعا. هذه الجهات اللي دفعت عرفنا ما عندها باك اب، ما عندها أي نسخ احتياطية، ورغمت غصبا عليها تدفع الفدية للمجرمين علشان تحصل بياناتها أو جزء من بياناتها. فاللي صار أن جهة حكومية دولة أخرى طورت ثغرات، طورت أسلحة، قامت تسربت، أصبح العالم كله معرض للاختراق بسبب انتشار الأسلحة الإلكترونية هذه. كما لو كان في سلاح عندك وانتشر في السوق السوداء، هذا اللي صار بالضبط. جت الهجمة عاد على كل الجهات بالعالم اللي ما قامت بالتحديث وما اتبعت نصائح خبراء أمن المعلومات حول العالم وما اتبعت التحديثات اللي تنزل من مايكروسوفت والمجانية بالمناسبة. فأنت عندك موجة إهمال شديدة من كل الجهات اللي تمت إصابتها. كل جهة تم إصابتها هي جهة أصلا يعني مخطئة بشكل كبير في عدم اهتمامها بالتحديثات الأمنية حتى المجانية منها. انزين، شو مدى الخطورة هذه الاختراقات؟ هذه شنو راح تسبب؟ الخطورة هذه بالاختراقات ليس هو مجرد دفع الفدية، دفع الفدية أمر مقدور عليه. المشكلة تعطل الخدمات بالكامل. لما أنا قلت لك مثال المستشفيات، 45 مستشفى في بريطانيا، شفت المستشفيات اللي يروح لها علاج بالخارج المتطورة هذه 45 واحد منها انضرب شل بالكامل. طيب خلينا نشوف بالكويت، خلينا نتصور انتشر مثل هذا بالكويت، شوف المستشفيات عندك، ما تتوقع أنها تتعطل بالكامل؟ صح. ولا جهاز يشتغل بالمستشفى؟ واحنا كم مستشفى؟ تخيل انتشر عندك في الوزارات، في الوزارات الحساسة، وفي أجهزة الحساسة بالدولة، وفي شركات الحساسة مثل شركات الاتصالات والبنوك وغيرها اللي يسمونها كريتيكال انفراستراكشر، البنية التحتية الحساسة، ممكن تتعطل الدولة بالكامل ونرجع للعصر الحجري. لا عندك اتصالات ولا بنوك ولا مستشفيات. طيب هذا الكلام هل هو كلام نظري وكلام من عندي؟ لا، كاهو تطبق بالواقع. عندك شركة اتصالات في دولة خليجية يمنى شركة اتصالات كبيرة، 3500 جهاز مخترق الحين. عندك شركة اتصالات تليفونيكا اللي هي إسبانية اخترقت بالكامل. عندك مستشفيات بريطانية، عندك وزارة الداخلية الروسية، كاهم تم اختراقهم وتعطلت أنظمتهم بالكامل. ما يصير عندك؟ راح يصير، ممكن يصير عندك، يصير، ليش ما يصير؟ ولعل راح يصير عندنا بالأيام القادمة، ما ندري. أين شو الحل؟ إحنا شلون نحمي نفسنا؟ الحل أول شيء في إن الجهات اللي في الدولة تبدي تاخذ امن المعلومات على شكل جدي، تبدي تسمع الكلام اللي احنا قاعد نقوله. وانا اقول لك الكلام هذا الحمد لله صار فيه تطور، يعني الحين مع الاختراقات اللي صارت من قبل مع الـ NSA وغيرها مع البنوك، كثير من الجهات قامت تتواصل، قمنا نسلم لهم معلومات عن الاختراقات هذه اول باول قبل ما تطلع حتى بالاخبار وقبل ما تطلع حتى من الشركات الامنيه العالميه، قمنا نعطيهم المعلومات هذه. وصار هذا مع ايضا قمنا نقدم المعلومات هذه لدول الخليج، فصار في خلينا نقول لعلها بؤره او بادره تبادل المعلومات خليجيه عن موضوع امن المعلومات وعن موضوع الاختراقات، لكنها لا تزال يعني بمستوى ابتدائي جدا. لازم يكون في تنسيق على مستوى مؤسسي بين دول الخليج، لازم يكون في جديه اكثر في حمايه البيانات هذه. يعني انا اعطيك مثال بسيط يفهمه كل واحد، تخيل لو كل وزارات الدوله ما فيها بيبان ولا اقفال ولا سياج ولا حراس، واي واحد بالشارع يشوف كل البيانات والملفات موجوده، هل هذا ممكن احد يشتغل ويقبل بالوضع هذا؟
أكيد هذا وضعنا الكترونيا احنا نفس الشيء هذا وضعنا بالضبط. انزين لازم نسوي لنا لجنه او نسوي لنا فريق انه يكون يحمي هذا الموضوع من الهاكر، صح ولا لا؟ لا شوف الكويت متروسه لجان، احنا نبي شغل جدي. اي الكويت متروسه لجان متروسه، لكن احنا نتكلم عن اتخاذ قرار، ان ياتي شخص عنده قدره على اتخاذ قرار. أي. شخص أي. او جهه معينه عندها صلاحيه يعني عندها مسؤوليات وصلاحيه، مو فقط مسؤوليات من دون صلاحيه، وتقوم بالتنسيق مع جهات الدوله في الحمايه وفي تطوير مهاراتها التقنيه ومهارات قوه العمل عندها. حلو. بالاخير ما اقدر الا اقول يعني الله يحمي الكويت ومؤسساتنا من هالهكر هذا اللي قاعد يصير وهالحرب هذا اللي قاعد تصير، وان شاء الله يصير فريق كامل علشان يحمي هذه المعلومات اللي عندنا. شكرا لك يا محمد على هذه المعلومات، تكلمنا عن الاختراقات، شكرا لك ويعطيك العافيه. الله يعافيك. ناخذ لنا فاصل صغير ونرجع لكم.